عودة إلى المرشحة عن تحالف عزم من الفلوجة السيدة أريج الجميلي، مرحبا بك مجددا. وإن كان الصوت واضحا سأعود لأسألك عن موضوع المغيبين، هل ترون أن اللجان الحكومية التي شكلت منذ سنوات لمتابعة هذا الموضوع وكذلك القائمين عليه، هل هي بالمستوى المطلوب والذي يوازي مأساة هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم، تحية لجمهور قناة الفلوجة الكريم. أهلا بك. طبعا من خلال منبركم الحر نحيي اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء ذوي المعتقلين والمختفين، والتي كانت تعمل منذ سنوات ومنذ فترة على متابعة ملف هذا الملف من المختفين قصرا، وجعلت تاريخ 30 من آب هو يوم عالمي للفت الانتباه لهذه القضية الإنسانية. طبعا من المؤسف أن يكون العراق حقق رقم قياسي في هذه القضية الإنسانية، حيث أن يعني من المعيب أن يكون في بلد يعني مسلم وتحكمه أحزاب إسلامية أن يكون في يتصدر يعني قوائم الدول الأكثر مشكلة في هذا الموضوع، حيث بلغ فقط في محافظة الأنبار عدد المختفين قصرا والمغيبين ما يبلغ حوالي 12,000 شخص منذ عمليات التحرير وحتى ما بعد عمليات التحرير، منها ما هو في الصقلاوية وقبلها في الرزازة. طبعا من أولويات تحالف عزم هو الملفات الإنسانية بما فيها ملف المغيبين والمختفين قصرا، حيث أن هذا الملف إنساني بحث لا يخضع للمزايدات السياسية، بل أنه ملف يخص المواطنين، يخص قضايا إنسانية بحتة. تبنى تحالف عزم هذا الموضوع منذ فترة، حيث تم تشكيل لجان للتثبت والتحقيق والتواصل مع عوائل المغيبين لأجل تثبيت معلوماتهم والتحقيق ومتابعة موضوعهم، كما تم تشكيل فريق من المحامين المحترفين وذلك لمتابعة قضية المعتقلين، حيث أن القضايا الإنسانية هي تصدرت أولويات التحالف، وأهم قضيتين تصدرت يعني أولويات التحالف هي قضية المغيبين وقضية النازحين. هناك أيضا قضية ثالثة يجب أن نذكرها وهي قضية المعتقلين، حيث أن التحالف قطع شوطا مهما في متابعة هذه الملف، والتحالف عازم على متابعة الملفات والقضايا الإنسانية وتحقيق النتائج فيها وغلقها نهائيا. طيب، بالعودة إلى نفس السؤال وهو تقييمكم للجان التي شكلت في السنوات السابقة، وقالوا بأنهم سيتابعون ملف المغيبين بشكل كبير ولن يهدأ لهم بال حتى يعودوا إلى أهاليهم، هل فعلا أوفوا بوعودهم؟ نعم، طبعا مع كل الأسف يعني نقولها أن هناك إخفاقات للجان التي شكلت، حيث أننا لم نرى هناك لجان فعلية، وإنما فقط كانت لجان اسمية ولم يكون هناك متابعة حقيقية في هذا الملف، حيث أننا لاحظنا أن هناك إهمال حكومي في هذا الموضوع، هناك تقصير حكومي تجاه هذه العوائل. هذه العوائل تحتاج لمعرفة مصير أبنائها، يعني كثير منا يقول يعني أنه هذا الموضوع يعني أثار يعني كثير من الكلام أنه حول أنه موضوع المختفين هو موضوع يعني غير قابل للنقاش، او انه ما يعني ملف شائك، لكن هذا الموضوع وهذا الكلام لا نستطيع ان نقنع به عوائل هؤلاء المفقودين. اليوم العوائل يطالبون الجميع بمعرفه مصير ابنائهم، فمثل ما تعرفون انه اليوم عندما يكون هناك حادثه وفاه لا سمح الله، اهل المفقود او اهل المتوفي مرور الزمن يعني يتم نسيان هذا الشخص كونه معروف يعني المصير، لكن أن يكون هناك اختفاء وأن يكون هناك يعني عدم معرفة لمصير، وهذا ألم مستمر. طيب، وهذا شيء لا يمكن السكوت عليه. فإن عجزت الحكومة وإن عجز من يمثلهم
في معرفة مصير أبنائهم على الأقل، يعني ليعطوهم يعني يصنفوهم يعني ضمن الشهداء لكي يأخذ طيب. تأخذ عوائلهم الحقوق، يعني كثير منهم هم أصحاب عوائل أصحاب طيب. أبناء. وهنا يكمن السؤال سيدة أريج، ذكرت عوائل المغيبين وأوضاعهم، يعني هل تتابعون ملف عوائل المغيبين، خصوصا لو تحدثنا بأنه أغلب من تم تغييبهم هم يعني من يعيلون هذه العائلة وهم اليوم بلا معيل؟ نعم سيدي الكريم، هو نحن نتحدث في هذا الموضوع أنه إذا عجزنا أو عجزت الحكومة أو عجز من هم أصحاب القرار وهم من حاليا يتصدرون المشهد السياسي عن معرفة مصير يعني هؤلاء الناس، مصير يعني هؤلاء الأشخاص المفقودين الذين لديهم عوائل، على الأقل يتعاملوا معهم وليصنفوهم على أنهم هم شهداء لكي يحصلوا على حقوق الشهداء يعني ك يعني منح مادية أو تعويضات لإعالة أهلهم، يعني هذا يعني أقل ما يمكن أن يقدم لعوائل هؤلاء المفقودين. يعني اليوم لا يمكن أن تترك الأم وتترك الزوجة وتترك الأطفال بدون معيل بدون مصدر للعيش، حيث أنهم أغلبهم الآن بدون رجال، يعني فقط النساء والأطفال. فهذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، وهي قضية إنسانية بحتة. نتمنى من الجميع الالتفات لهذا الموضوع، وأن يعني يكون الناس يعني يسمون بالبرامج الانتخابية، وأن نعم. لا تعتبر أنه هذه دعايات انتخابية بقدر ما أنه هي تعتبر ملفات إنسانية يجب متابعتها قبل وبعد الانتخابات. مرشحة تحالف عزم من الفلوجة سيدة أريج الجميلي، شكرا جزيلا لك.